المشروع. اكيد والله انا الان ما دام المهندسين وانا اعرف هذا المهندس الذي اسمه علي خرج وهكذا عبد الحكيم والله انه رجل بمعنى الكلمه. انا عشت معهم من اول لحظه حتى الان. جحانا ثابت عن 300 يوم حتى الان واعرف المهندس الصحيح المخلص الامين الثقه. هذا احدهم والله. والله ما اجامله وانا اقول وهو غايب. ثقه وكذلك الاخ. اذا هذه رساله موجهه لرئيس المشروع ولعامه الناس. ايها الاخوه من هنا من شوارع حميده وضيوفنا امامكم الان ونحن كلنا جمعه. كلنا وصاب. ان شاء الله. تحياتي للجميع والسلام عليكم.